السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنصور الحلقه رقم 6 من البرنامج بتاعنا التحاليل الطبيه والعصر. هنتكلم فيه النهارده عن الاسطول، هنتكلم عن نقط معينه في الاسطول اللي اتكلمنا عليها. انا حابب معاكم في الحلقه دي هناقشكم في حاجه معينه، بس ايه هي؟ ان كل مريض بيجيب عينه الاسطول المعمل لازم اللي شغال او المريض فاهم ان العينه دي لازم يبقى فيها ده، لازم يبقى فيها ايه؟ ديدان، ولازم يبقى عنده اسكاريس يعني تميبة، لازم يبقى عنده اي حاجه، ما ينفعش التحليل بتاعه يطلع من غير ما يبقى عنده كده. والناس مقتنعه بقى ده وخلاص. فايه اللي بيحصل؟ تيجي تشتغل في المعمل ما تلاقيش الاوفر بتاعت الديدان، تعمل العينه تاني وتالت ما تلاقيش، هنلاقي في مشكله رهيبه عندنا. ايه بقى؟ اللي انت ازاي هتطلع التحليل في عصر هضمي بس ما فيش السبب بتاع عصر الهضم؟ تمام؟ فاحنا لو مش فاهمين الدنيا ماشيه ازاي هنلاقي عندنا في مشكله. اللي احنا دلوقتي كل تحليل هنختار مفيش ديدان طلع فيه، او بمعنى اصح مفيش اوفا طلع فيه، اللي انا اكتب له اي حاجه من عندي وهيقول لك هو هياخد علاج للديدان وكده كده مش هيزعله، هو هيبقى بروتكتري، هيبقى وقائي. تمام؟ لازم نفهم نقط معينه جدا في موضوع الاسطول ده. اول حاجه لما تيجي تشتغل الاسطول وما لقيتش ديدان، قالوا لنا في الكتب كده، قالوا لنا ايه؟ قالك تعيد تحليل الاسطول على 3 ايام. يعني ايه اعيد تحليل الاسطول على 3 ايام؟ يعني انا النهارده جالي البيشنت وداني عينه الاسطول، جيت عملتها طلع ما عنديش. هل كده المريض اجزم اللي هو ما عندوش ديدان؟ لا طبعا. هخليه يجيب لي عينه ثانيه ثاني يوم واعيد له التحليل. طيب هل كده لو طلع ما فيش يبقى هو ما عندوش؟ لا. طيب قالك هنعمل ايه ثاني؟ هنعيد له التحليل للمره الثالثه على التوالي بعينه جديده. لو طلع ما عندوش يبقى هو ما عندوش، طلع عنده يبقى هو ايه؟ كان عنده وكان لسه الديدان ما ايه؟ القوه بتاعتها ما نزلتش، او ما جاتش في الخطوه اللي احنا عارفين فيها العينه. احنا بنعمل ده في تحليل الضرب. تمام؟ بنعمل التحليل بتاع السبيوتم على 3 نقط وبنفحص الديدان. طيب السؤال هنا، العينه اللي هي على 3 ايام دي هناخده، يعني انا جبت العينه الساعه 7 الصبح النهارده مثلا، بكره هتبقى العينه 7 الصبح وبعد 7 الصبح؟ قال لك لا، قال لك في الثلاث ايام دول كل عينه هتيجي في وقت مختلف عن ايه؟ عن اليوم اللي قبل، يعني النهارده 7 الصبح، بكره الظهر، وبعده المغرب، عشان نشوف في الاوقات المختلفه ده من اليوم الديدان بتنزل القوه ولا لا. يعني ايه بيضه؟ اللي هي البيضه بتاعت الدوده يعني ايه؟ يعني حصل عمليه تزاوج، يعني في فيميل وفي ميل دخلوا في عمليه التكاثر، فبدا يحصل حمل، الحمل ده بيديني القوه، القوه بتنزل ملقحه وبعد كده بتنتج لي البيبي بتاع الديدان اللي هو الايه؟ الجنين الصغنن اللي بعد كده بيكبر ويدخل في دوره الحياه وبعدين يديني الدوده الكبيره. معنى الكلام اللي انا قلته ايه؟ اللي فيه ميل وفيه فيميل، صح كده؟ طب في بعض انواع من الديدان مخنثه. يعني ايه مخنثه؟ يعني الميل والفيميل في نفس الدوده، ذكر وانثى يعني زي ما بيقولوا كده، في نفس الدوده. تمام كده؟ طيب ايه اللي حصل بقى؟ طيب ممكن الكلام اللي احنا قلناه ده يديني او يخليني اوري حته اللي ممكن تبقى فيه ديدان عقيمه. يعني ايه ديدان عقيمه؟ يعني مفيش انتاج للاوفا. تمام كده؟ طيب ممكن ما الاقيش اوفا كمان امتى؟ ما الاقيش اوفا لو انا حصل عندي عمليه التكاثر وحصل عندي الانتاج والديدان اللي موجوده حاليا دلوقتي في سن الايه؟ اسمه الطول اليافع، مش الطول البالغ. اليافع ده اللي هو لسه بينشط. يعني ايه لسه بينشط؟ يعني لسه هيكبر عبال ما يوصل لمرحله البلوغ عشان في عملية التكاثر. في الفترة دي هو ما بينزليش اوفا، بس المريض مصاب بديدان. يعني معنى الكلام اللي انا قلته اللي تحليل الاسطول مش شرط يبقى فيه اوفا عشان اقول البيشنت دوت عنده ديدان ولا ما عندوش ديدان. لا، ده في نقطة أكبر وأهم كمان. قال لك اللي مش كل الديدان ممكن الاوفا بتاعتها تبان. يعني مثلا على سبيل المثال البلهارسيا، ما عادش عندنا دلوقتي بنشوف بلهارسيا في اليوم. ما عدناش بنشوفها، يعني بنشوفها تحت الميكروسكوب البلاريسيا الجميله بالشوكه بتاعتها ونحط نقطه الميه فالاوفا تيجي فاقسه مطلعه بنواسيدي، ما عادش الكلام ده، نادر جدا. في الصعيد عندنا بنشوفه، لكن في وجه بحر مثلا ما عادش موجود، انتهى. وبقى نادر جدا او اصبح من القليل خالص ان احنا نشوف البلاريسيا في الاسطول. هيجي واحد دلوقتي هيقول لي ايه؟ طب ما انا بعمل البلاريسيا في الدم الانتي بادي او بعمل في اليورين الانتيجين وبلاقيها موجوده، طب ليه ما بشوفهاش في الاسطول او اليون؟ وليه لما بعمل لها التست ده بالذات بلاقيها موجوده؟ هقول لك لان اصبح العلم دلوقتي مش اللي هو متوقف على اليون والاسطول نشوف فيه الاوفا. لا، قال لك في حاجات مهمه جدا. زي ايه بقى؟ اختبارات تاكيديه. يعني ايه اختبارات تاكيديه؟
يعني مش شرط اللي انا في الستور زي ما قلنا يطلع كوبا، لكن ممكن يكون التول يافع موجود بس لسه ما دخلش في مرحله النضج. فقال لك انا هعمل اختبارات تاكيديه لكل نوع من انواع الديدان، وهبقى انزل لكم ملف بيها ان شاء الله. كل نوع من انواع الديدان ليه اختبار معين باسم معين بطريقه عمل معينه، لو طلع الاختبار ده ايجابي يبقى الديدان موجوده حتى لو ما فيش اوفر. ونفهم نركز في الحته دي قوي قوي قوي. يعني ايه؟ قال لك مثلا في البلهارسيا بنحقن الانتيجين وتحت الجسم كده بطريقه معينه، وبنحقن في الدراع الثاني محلول ملح صالمون، ونعمل دوريه ونعمل دوريه ونشوف لو حصل الاحمرار يبقى بوزيتيف، ما حصلش الاحمرار يبقى نيجاتيف. تمام؟ هل احنا شغالين بالاختبار ده في المعمل؟ لا مش شغالين بيه. الاختبار ده بنشتغل بيه امتى؟ لو انا مثلا عامل قافله طبيه، او لو انا رايح اعمل تشيك اب على الطلبه كلهم، يعني عندي مدرسه مثلا فيها 1000 طالب، استحاله هقعد اعمل تحليل ستول ل1000 طالب. تمام؟ فبنيجي عاملين الاختبار دوت بنحقنه تحت الجلد وبنشوف لو حصل الاحمرار يبقى ده بيشنت عنده ايه؟ النوع ده من الديدان. معنى كده ان انا لو ما طلعليش في الريبورت بتاعي اوفر، اللي انا اقول للمريض انت ما عندكش ديدان. امتى بقى ما عندكش ديدان؟ ولا اقول له امتى عندك واعمل له الاختبارات التاكيده دي؟ لما الدكتور يطلب مني. بس لازم نفهم ان في حاجه اسمها اختبارات تاكيديه. ممكن اشخص عن طريق المنظار، وممكن اشخص عن طريق الاشعه التلفزيونيه حالات من الديدان. يبقى يا جماعه لازم نركز قوي في النقطه دي، اللي مش شرط تحليل الدستور بتاعي يبقى فيه ديدان. ما يجيش حد يقول لي بقى يا عم انا كده كده هو ما عندوش، فانا هكتب له سكارس. السكارس علاجها ما بيزعلنيش، وبيقضي على الدبوسيه وبيقضي على الانكليستوما وعلى 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 وعلى. نيجي مدينه وهي بروتكت. تمام؟ لا مفيش حاجه اسمها بروتكت. ايه عندي كمان نقطه مهمه؟ النقطة دي احنا في حاجة اسمها عندنا المفروض في العلم اسمه البابليك هيلث أو الوعي الصحي. بابليك هيلث أو الصحة العامة أو الوعي الصحي دوت ما عادش موجود عندنا. أنت دورك كمعمل أو دورك كطبيب، اللي أنت لما يجي لك البيشنت وتلاقي عنده ديدان أو بيعمل أي حاجة غلط تعمل له ثقافة. يعني إيه ثقافة؟ تقعد تفهمه. يعني مثلا جات لك عينة السول فأنت لقيت فيها اكزيوريز أو اللي هي إيه؟ انتروبيز. تمام؟ هل كده انا اقول له اتفضل التحليل بتاعك في اكزيوس الدكتور اديك العلاج اتفضل الف سلامه؟ لو انا عملت كده في نقطه في حلقه، الحلقه بتاعتي في جزء منها اتفقد، شايفين ايدها مفتوحه ازاي؟ الجزء ده مفقود. ايه الجزء ده؟ اللي انا بتكلم مع البيشنت. المفروض ده انا والطبيب كمان هيعمل ايه بقى؟ ابنك عندك اكزيوس. كل طبعا انتوا عارفين الستات عندنا ما شاء الله في الوطن العربي كلهم شاطرين. يوم الابن الصبح او البنت تروح المدرسه، تيجي الست ماسكه الملايه وتيجي عاملاها كده ما شاء الله عليها ومطلعها في الشمس علشان خاطر الست. ايه بقى الست الشاطره النكديه؟ تمام؟ ايه اللي بيحصل عندي؟ الست وهي بتعمل كده، لو هي مش عارفه ان الديدان دي مرحله التكاثر بتاعتها بتبقى بالليل، فمن اعراضها ان يلاقي الطفل عنده رياله هنا وعنده ارق ودايما بيهرش في منطقه فتحه الشرق. ايه اللي بيحصل؟ اللي الدوده بتطلع بالليل بتتكاثر، فبيجي لما يهرش القوفة دي بتنتشر على السرير بتاعي. تمام؟ فتيجي الست الصبح تيجي ماسكه الملايه عاملاها كده. طرق الاصابه بنوع الديدان ده عن طريق الاستنشاق. عن طريق ايه؟ الاستنشاق. لما بتاع دوت لما تيجي الست تنفض الملايه فتيجي مستنشق القوفة بتاعتي يحصل الاصابه، فاصبح لو طفل واحد عنده انتروبيس اللي هيحصل؟ الطفل ده هيصيب البيت كله. عشان كده بنقول للبيشنت اللي عنده انتروبيس بندي علاج لكل اللي في البيت كنوع من البروتكت في الحاله دي، وبنعلمها ازاي تشيل الملايه وازاي تنظف للطفل وازاي تنظف هدومه وازاي تعقم كل حاجه. بنقول لها تطبق الملايه بطريقه معينه وتعقمها كل يوم بكلور، وحاجه الطفل تبقى لوحدها ويقص ضوافره، والطفل هدومه كل يوم تتغير، وهكذا من الخطوات اللي احنا بنشرحها للبيشنت عشان يتجنب العدوى. يبقى احنا كده عملنا حاجه اسمها نشرنا الوعي الصحي مع المريض. المريض هيروح يقعد، انتوا عارفين في مصر ان المريض بعد ما الناس بعد ما تخلص بتيجي جايه قاعدين مع بعض في الشارع ولا على المصطبه ولا في اي حته، ده احنا رحنا وعملنا كذا كذا والدكتور قال لي اعملي كذا كذا. اصبح ان الناس عندها ثقه في المكان اللي انت جاي فيه، اصبح ان الوعي الصحي اللي انت اديته البيشنت نقله للبلد كلها، فالناس كلها بدات تعمل اللي انت عملته. يبقى انت كده كافحت العدوى من مكانك. لكن لو انت البيشنت جه اديته التحليل اتفضل الدكتور راح اداله العلاج، العلاج وهيجي بعد كده الولد ما خفش حصلت اصابه وهكذا، يبقى احنا ما عملناش اي حاجه، احنا شغالين مبرمجين. طبعا ده ما ينفعش عندنا. يبقى لازم حته اللي انت تتكلم مع المريض دي مهمه جدا،
لازم اللي انت تفهم ان مش كل تحليل ستول هيطلع فيه اوفا، ومش كل ما يطلعش اوفا يبقى المريض ما عندوش ديدان. النقط دي مهمه جدا. ايه كمان في تحليل ستول؟ في حاجه اسمها اختبارات تاكيديه. حاجه اسمها ايه؟ اختبارات تاكيديه او اختبارات او كومون تيست. الكومون تيست دي يجي يقول لك اعمل لي اتش بايلوري في الستول، يعني يجي يقول لك مثلا اعمل لي بي سي ار للستول. في فلسطين ممكن هم يبقوا لو بيسمعونا وشايفين دوت هياكدوا كلامنا. لما يجي حد، عارفين احنا لما نيجي نعمل تحليل ستول يعني نديله اميبا، نديله اميبا يا عم، مش هتعمل حاجه في الجيم، ما بيعملش حاجه. في فلسطين عشان يجي يقول لك انا عندي اميبا ولا ما عنديش اميبا بيعمل بي سي ار. طبعا كلها تانية، بي سي ار للستول عشان اطلع اميبا. طب تعالوا احكي لكم قصه صغيره نختم بيها الفيديو دوت. كان معانا حالة، الحالة دي جاية تسافر، تمام؟ فجي عمل له فيروس سي وفيروس بي نيجاتيف. جي عمل له ليفر فانكشن، بصينا لقينا الاس جي بي تي والاس جي او تي عاليين جدا. نعمل فيروس سي وفيروس بي ما فيش. ففي حاجة اسمها نون سي نون بي، يعني في نوع كده اسمه نون سي نون بي، ممكن أي حاجة تعلي بس مش سي وبي، تمام؟ فلما جينا نمسك خطوه بخطوه ودخلنا بقى المريض في متاهات وكشفنا على الكبد وعملنا وعملنا، فسالناه سؤال قلنا له هو انت بتاخد ادويه؟ المريض قال لك لا انا ما باخدش ادويه. هو المريض فاهم ان هو بياخد ادويه ايه؟ ارثومايسين، بياخد باكتم، بياخد حاجات للكبد، حاجات سبورت، الكلام ده. قال لك لا انا ما باخدش اي حاجه من دي. واحنا قاعدين بنتكلم كده في نص الكلام جت سيره الديدان. انا دكتور ده انا متعود كل اسبوعين او كل شهر اخد فلاجيل. كل اسبوعين بتاخد ليه يا عم فلاجيل؟ قال لك انا بعمل وقايه، انا كل اكل من بره فبخاف يجي لي اصابه فباخد مطهر معاه. لقينا لما المريض ده وقف الفلاجيل او المطهر المعوي اللي هو واخده، وجينا بعد فتره بعد ما جسمه استريح منه خالص وجينا نعمل الليفر انزيم تاني اللي هي رجعت للطبيعي، فاصبح ان الفلاجيل واحد من الحاجات اللي بتعلي انزيمات الكبد، وده عطله سفره. لان احنا كنا شاكين، قال لك بقى اعمل لي بي سي ار واعمل لي واعمل لي واعمل لي، دخلنا البيشنت في متاهه. فالعلاج الغلط او كتر استخدام العلاج بطريقه غير صحيحه بيبوظ الدنيا كلها جوه، تمام؟ بيبوظ الدنيا كلها جوه. تحليل الستول له طرق كتيره جدا بنشتغلها. هتلاقوا الناس اللي شغاله في وحدات بيقول لك احنا بنشتغل بطريقه اسمها طريقه كاتو. طريقه كاتو بتصبغ البويضه، بتصبغ التحليل و شوف الشريحه تحت الميكروسكوب، والكاتو دي بتحفظ لي الشريحه من 6 شهور لسنه، وممكن يزودوا الصبغه شويه وتقعد معانا فتره اكبر، يعني كل ما تنشف يحط عليها شويه صبغه وتقعد فتره اطول. الطريقه دي بتستخدم في الابحاث وفي الوحدات عشان لما يطلعوا بالهرسي ولا حاجه ويجوا يمر عليهم يقول لك فين الشريحه، هيقول له اهي. تمام؟ الطريقه دي جميله بس يعني مقرفه، مش هعرف اشرحها لكم، هبقى كده انزلها لكم كتاب. انا ما بشتغلش بيها. من عيوب الطريقه دي اللي هي ما بتطلعش البروتوزور، ما بتطلعش ايه؟ البروتوزور. فاصبح عشان اشتغل بالطريقه دي لازم اشتغل بطريقه مساعده زي التوصيب او الفورمالين او التعويم او اي طريقه من الطرق اللي احنا ايه بنشتغل بيها. الستول ليه اكتر من 5 طرق بنشتغل بيهم، تمام؟ انا واحد من الناس بشتغل بطريقه التوصيب بس، ايه ارخص وحلوه وجميله. هتلاقي في كتب يقول لك ممنوع تسنتر العينه في السنترفيوج، وناس تانية هتقول لك لا سنتره. انت هو قال لك ممنوع عشان خاطر القوه بتاعتك بتبقى خفيفه خالص فممكن تتكسر لو سيبنا العينه عماله على بطال. لا احنا بندور دقيقتين في 2000 دوره او 3000 دوره ونبدا نفحص الراس بعد كده زي ما شرحنا في التحليل اللي معانا. تحليل الستول تحليل مهم جدا وفي اختبارات كتيره بنعملها فيها هنزل لكم عنها زي الاتش بايلوري، ده واحد من اهم الاختبارات اللي بنعملها في المعمل. في اختبار للاتش بايلوري عن طريق التنفس وفي عن طريق المنظار، وطبعا الطريقه دي الناس بتخاف منها، وفي في الدم وفي في الستول، كل واحد بيشتغل حسب ما هو شايف ايه الانسب ليه. تحليل الستول تحليل مهم جدا، نذاكره كويس قوي ونجمع القوه بتاعتنا. مطلوب من حضراتكم دلوقتي بعد ما شرحنا كل ده تعملوا لي اسكيمه صغيره عباره عن الدوده اسمها، شكل القوه بتاعتها اللي بيميز القوه ده، البارازايت في اليورين بتاعنا. هتعملوا لي سكيما عباره عن نوع الاملاح او عباره عن سبيسيفيك جرافيتي، وبتبقى عاليه امتى وقليله امتى، البي اتش اسيدك بيبقى فيها املاح كذا، الكلايد بيبقى فيها املاح كذا. هتعمل لي السكيما دي عباره عن ورقتين او 3 ورقات وتطبعهم وتخليهم في معملك. تطبعهم وتخليهم في معملك جنب السكيما الاولانيه لو انتم فاكرينها اللي هي بتاعت العينه دم بنحطها في الانبوبه كذا،
الحجم بتاعي من كذا لكذا، النتيجة بتطلع امتى، وكنت نزلت لكم شكل ليها على الجروب. كل حلقة بنقول فيها اعمل لي سكيمة هتيجي في اخر البرنامج بتاعنا، هتلاقي عندك كشكول. الكشكول ده هو اساس المعمل اللي هتمشي عليه لو انت مش موجود وحد حب يعرف حاجة هيفتح الكشكول. اتمنى تنشطوا معانا شوية، واتمنى ما تكسلوش. اتمنى الفيديوهات تعجبكم، عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب.